ختيارة ماخذة قرض من أحد قروض المرأة وما المرأة والشغلات هاي والدكاكين المالية هاي الموجودة اللي منتشرة الإعلانات هلأ في كل مكان، ضل عليها مبلغ 96 دينار من 2014. أجت الشرطة عشان تتحصل المبلغ، ما لقت إشي عندها، لقت كنبيات، راحوا حجزوا الكنبيات ورهنوهم، ولما أحد الجمعيات عرفت في الموضوع وراحت دفعت 96 دينار على هاي الختيارة، فكوا الرهن على الكنبيات. أكبر عملية نصب في القرن 21 عم بتصير باسم القانون. اسمع مني القصص هاي. سيدة كانت تتزوج، عريسها وضعه على قده، أخذت قرض من هاي صناديق المرأة والدكاكين المالية هاي، وصارت مطلوبة للتنفيذ القضائي وعليها 118 دينار من 2019. سيدة وأختها ومرت أخوهم أخذوا قرض مشترك وعليهم تنفيذ قضائي من 2017 346 دينار، مش قادرين يطلعوا من باب البيت يروح على الدكتور يتعالجوا عشان المبلغ هذا اللي عليهم. شاب أو رجال أو محسوب علينا رجال خلى أمه وأخته ومرته ومرت أخوه ياخذوا قرض مشترك كمان عشان ياخذ الفلوس وراح يتهمل فيها، وبالآخر كلهم مطلوبين للتنفيذ القضائي. هلا واحد بيجي يطلع بنطلي بيقول لي محمود شو اللي بتحكي فيه هذا؟ معقول وحده مش من 96 دينار مش عارفه تدفعهم من 2017؟ يعني خليك منطقي انت الثاني. معهاش تدفع. لو بتوفر معها دينار وعن هي اصلا ارمله او ما عمهاش تاكل وتوفر معها دينار بتروح تشتري فيه خبز لاولادها. يا اخي منظر مؤلم، كل يوم تفتح الجريده بتلاقي صفحتين ثلاثه كلها تنفيذ قضائي، كلها اسماء سيدات. يعني لما دوله تطلع بكامل اجهزتها تحصل 96 دينار ولا 315 دينار ولا حتى ان شاء الله دينار، انت دفعت أضعاف هاي المبالغ في شرطة وقضاء وجهات حكومية والأشياء هاي كلها. يعني إهدار في المال العام، إهدار في الوقت، إهدار في كل شيء. لما تروح سيدة على هاي الدكاكين الشيطانية اللي بحكي عنها بيقولوا لها بيعملوا لها من البحر طحينة وتفضل هاي المبلغ، والموضوع كتير سهل بس نصور هويتك وما في فوائد والأمور تمام، بس في اللهم رسوم إدارية 9%. شوف مع الصورة هاي، شوف المبلغ المطلوب وشوف قديش صار المبلغ، شوف قديش غرامات تأخير. غرامات التأخير يا أخوان توصل من نص دينار إلى دينار باليوم الواحد، وهم اصلا بيعطوا مبالغ جدا بسيطه 1000 2000 دينار حتى في 500 دينار، بيستردوا قد المبلغ هذا مره ومرتين. انا لسه ما جبتش لا موضوع الاستغلال ولا التحرش ولا التهديد بالكمبيالات ولا الاستغلال الجنسي لبناتنا، ابدا لسه ما جبتش فيه، لانه في مرابين شغلتهم انه يقعدوا يستغلوا. بتروح واحده بتاخذ مثلا تلفون بالقرض وتتوقع كمبيالات وبصير يستغلها، بيقولها تعالي اسهري معي وبسقط عنك الكمبيالات، وفي حالات كثيره وثقتها جمعيات. اخي هاي الدكاكين المالية اللي هلأ إعلاناتها موجودة في كل مكان ومعبي الدنيا ومغرق الدنيا، وحققي أحلامك وحققي كذا، أنا مش ضدها، أنا مع الناس اللي بدها تبني حياتها، اللي بدها تاخد قرض عشان تعمل فيه مشروع صغير وتكون درسيته بشكل صحيح. لا تاخدي قرض أنت مش حاسبة شو بدك تعملي، إذا ما عندك مشروع وناوية تسويه وعارفة كيف رح تجيب الفلوس لا تقربي أبدا 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 على هاي الدكاكين. الموضوع جدا جدا كبير، ورجاء رجاء أنكم تعملوا شير لهاي الحلقة، تعملوا لايك عشان توصل لأقصى عدد ما بتعرف، يمكن اللايك البسيط اللي انت بتعمله او الشير اللي انت بتعمله تنقذ اسره من الضياع. ويعطيكم العافيه.